ازيكو؟ النهاردة هنكمل باقي شابتر 2 في البارنرشيب. كنا اتكلمنا عن الادميشن اند ويزدرول اوف بارنرز. في حاجة اسمها بونص تو اولد بارنرز، يعني اي نعم شريك جديد هيدخل لنا الشركة، بس الشركة دي كانت ليها سمعة كويسة، تمام؟ فالسمعة دي ما يجيش شريك تالت، مثلا انا عندي شركة مكونة من A و B، ما يجيش C كده يدخل على الجهاز والشركة دي متأسسة وليها سمعة وليها اسمها. فبندي بونص للشركاء القدام. Results when the new partner's investment in the firm is greater than the capital credit on the date of admittance. يعني ايه دي؟ هنفهمها قوي بالامثله. يعني الشريك سي، تمام، بدل ما هو يدخل ب60 ألف، تمام، هيدخل ب80 ألف، هيدي 20 ألف بونص، تمام، بس هو حصته في الشركه كام؟ 60، بس هيدي بونص لاي وبي، كل واحد فيهم هيديله 10 آلاف. فكده هو اللي هيدفعه، تمام، اللي هو 80 ألف، أكبر من حصته، أكبر من الكابيتال بتاعه اللي هو ياخده في الشركة، لأن هو كده كده هياخد كابيتال كام هيتحسب له في الشركة؟ 60 ألف، بس هو دافع كام؟ دافع 80. ليه الفلوس الزيادة دي؟ بيقول لك بونص للأولد بارنرز، بونص للشركاء القدام. بونص results in an increase in capital balance of old partners و partnership allocates bonus to them on basis of their income ratio before admission of new A new partners. هنفهم قوي الكلام ده بالأمثلة. بيقول لي assume that the سارة ودينا partnership، شركة مكونة من سارة ودينا، owned by سارة and دينا، has total capital of، عندها total capital بكام؟ ب240 ألف. اسلام عادل اكواير اكام؟ 25% ownership، اللي هو interest in the partnership by making a cash investment، هيعمل cash investment ب160 ألف، تمام. allocate the bonus to سارة، هيدي سارة بونص 60% ودينا 40%. the procedure for determining Adel's capital credit and the bonus to the old partners is as follow. يعني هنعمل ازاي الانتري؟ تعالوا كده نفهم المسألة بتقول ايه. المسألة بتقول لي ان انا كان عندي شركة partnership مكونة من شخصين، بنتين، سارة ودينا، التوتال كابيتال بتاعهم ب240 ألف. اسلام عادل ده عاوز يدخل الشركة ب25%، هياخد 25%، تمام، من الاونرشيب من الايه 240 ألف دي، بس هيدفع فلوس زيادة، هيدي 60% بونص لسارة و40% بونص لدينا. هنعمل ازاي بقى؟ بيقول لي اول حاجة determine the total capital of the new partnership. عندي التوتال كابيتال بتاعتنا كام؟ ب240 ألف. قال لي سارة ودينا التوتال كابيتال، الكابيتال بتاعتهم ب240 ألف. قال لي عادل أو إسلام عادل هيعمل انفستمنت بكام؟ ب160 ألف. أهو قال لي هيعمل انفستمنت بكام؟ 160 ألف، تمام. إذا هو هيدفع 160 ألف. يعني كده بقى في الشركة كام التوتال كابيتال؟ ال240 بتاع سارة ودينا زائد 160 بتاع عادل هيبقى كام؟ 400 ألف. 240 زائد 160 هيطلع كام؟ 400 ألف. تاني حاجة بقى نعمل ايه؟ determine the new partner's capital credit. تعالوا نشوف بقى الحصة بتاع عادل. بيقول لي التوتال كابيتال بقى 400، تمام. ال new partner's ownership interest، مش هو قال لي ان هو هياخد 25% من التوتال كابيتال؟ بس مش قصده ان التوتال كابيتال دي ال240 ألف بتاع سارة ودينا، لأ، قصده الفلوس كلها اللي هي ال400 ألف كلها سارة ودينا وعادل بعد ما عادل يدخل، تمام. تمام، يبقى نضرب ال400 في ال25% اللي هي ال400 ألف اللي هي الكاش أو الكابيتال بتاع الشركة كله، في ال25% تديني 100 ألف، تمام. يبقى كده النيو بارنر داخل بكام؟ ب100 ألف. ايه ده؟ طب ما هو دفع 160. ناخد بالنا نركز، حصته في الكابيتال بتاع الشركة 100 ألف، لكن هو دفع كام؟ دفع 160. اذا دفع 60 ألف زيادة، اهو 160 ناقص 100 يبقى 60 ألف. ال60 ألف زيادة دي هيدفع منها ايه؟ بونص لسارة ودينا. سارة قال لك هياخد 60%، طب دينا 40%. اذا سارة 60 ألف في 60% تطلع لها 36 ألف. اذا عادل هيدفع 36 ألف لسارة ويدفع لدينا 24 ألف، تمام، غير ال100 ألف طبعا اللي هي حصته. يعني هو دفع 160، 100 حصته في الشركة، و60 دفع منها 60، 36 ألف لسارة و24 ألف ايه لدينا. نعيد كده المسألة بسرعة. المسألة كانت بتقول ان انا عندي شركة مكونة من فردين، سارة ودينا، التوتال كابيتال بتاعتهم كانت ب240 ألف.
قال لك عادي هيدخل بكام؟ ب 160. تمام، يبقى كده الكابيتال كله اللي في الشركة 400 ألف. قال لك بس حصة عادل 25%. إذا ضربنا 25% في 400 ألف، طلعت حصته ب 100 ألف. طب إيه ده؟ أمال هو دفع 160. قال لك أه، 60 ألف دي هتتوزع بونص لسارة ودينا. سارة هتاخد منها 60%، ودينا هتاخد منها كام؟ 40%. تمام. الانتري بقى هتتعمل ازاي؟ الكاش ب 160، مش هو قلنا عمل انفستمنت ب 160 الف اللي هو عادل؟ تمام، من الكاش ب 160 الف اللي عادل كابيتال بكام؟ ب 100 الف، وفي 36 و24 اللي هما 60 الف الايه؟ سارة كابيتال، هيزود بيها الكابيتال بتاع سارة وكابيتال دينا اللي هما البونص اللي اخدوه ايه؟ اسمه بونص، اخدوه سارة واخدوه دينا. تمام، يبقى الكاش الشركة بتاعي هيزيد ب 160 الف، وكابيتال التلاتة هيزيدوا، عادل هيزيد ب 100 الف اللي هو حصته، وسارة ب 36 الف اللي هو البونص اللي اخدتها، ودينا 24 الف البونص برضو ايه اللي اخدتها. تمام، بيقول لي بقى بونص تو نيو بارنر. انا بقى هدي هنا بونص للنيو بارنر، الشركة الجداد. ايه ده، مش هنديهم للشركة القدام؟ قال لك لا، ممكن يكون الشركة القدام اللي هم A و B محتاجين فلوس دلوقتي، فقالوا اوكي احنا هندي للشريك الجديد، لو في شريك جديد هيدخل هندي له ايه؟ فلوس زيادة. الشركة مثلا حالتها مش كويسة واحنا محتاجين فلوس، فممكن ندخل شريك وندي له عادي بونص. Results when، عكس الحالة الأولانية كنا بندي بونص للأولد بارنر. Results when the new partner's investment in the firm is less than the capital credit. يعني ايه؟ النصيب بتاعه او حصته هتكون اعلى من ايه؟ من الفلوس اللي هيدفعها. يعني انا هدفع مثلا 40 ألف علشان اخد نصيب الكابيتال بتاعي في الشركة مثلا 60 ألف. امال 20 ألف دي جت منين؟ دي يعتبر هياخدوها بونص الاولد بارنر، هيدوها للنيو بارنرز. بونص results in an decrease in capital balance of old A partners. Decrease for each partner is based on income ratios before admission of a new partner. تعالوا نفهم بالأمثلة. بيقول لي assume that Sara و Dina partnership owned by Sara and Dina has total capital كام؟ من 240. نفس المسألة عشان يفهمنا. التوتال كابيتال بتاعتهم من 240 ألف. بيقول لي عادل اكواير 25% اونرشيب، هياخد 25% ربع الكابيتال بتاعتهم. تمام، او قلنا الاونرشيب الكابيتال قصده ايه؟ قصده سارة ودينا وعادل لما يدخل. interest in the partnership by making a cash investment كام؟ 40,000. the computation for added capital credit and the bonus are as follows along with the journal entry to record the admission of عادل into the A partnership. يعني ايه؟ يعني هو دفع 40 ألف عشان ياخد حصة 25% من التوتال كابيتال. تعالوا نحسبها. بنعمل ايه؟ أول حاجة عندي التوتال كابيتال بتاع سارة ودينا كام؟ 240 ألف. تمام جدا. عادل بقى هيجي يحط 40 ألف، يبقى أنا كده عندي التوتال كابيتال كام؟ ب 280 ألف. قال لك عادل هياخد 25% نصيبه الكابيتال بتاعه من 280 ألف. إذا هنضرب 25% في 280 ألف، يدينا كام؟ يدينا 70 ألف. ايه ده؟ هو هياخد حصة 70 ألف وهو دفع 40 ألف؟ قالك اه، في 30 ألف دي هيديها ايه؟ هياخدها بونص، عادل هياخدها بونص. تمام؟ سارة هتدفع له 60% منها، ويدينا هتدفع له 40%. ما ننساش النسب، نسب مهمة جدا. ممكن يقول لي، ما يقول لي 60 و40، يقول لي ايكوالي، فدي بتتغير على حسب فهمك للمسألة. حاول تفهم، ما تحفظش المسألة او ما تحفظش الخطوات بتقول ايه. تمام، طيب نقول كده تاني على السريع. سارة ودينا التوتال كابيتال بتاعهم ب 240 ألف، عادل هيدخل ب 40 ألف. تمام، يبقى كده كل التوتال كابيتال 280 ألف. نروح بقى ضاربين النسبة، اللي هو عادل قال لك هياخد 25% ربع الكابيتال. ربع ال 280 كام؟ 70 ألف. إذا إيه ده، هو هياخد حصة ب 70 ألف مع إنه هيدفع 40؟ قال لك أه، في 30 ألف هيدفعها له مين؟ سارة ودينا. بس سارة تدفع له 60% منها، ودينا 40%. يعني سارة هتدفع له 18 ألف، ودينا هتدفع له 12 ألف، اللي هما كام؟ اللي هما 30 ألف. تمام، نعمل الإنتر إزاي؟ هنقول كاش الشركة زاد ب 40 ألف، لأن هو عادل عمل انفستمنت ب 40 ألف. إذا من الكاش للكابيتال، الكاش ب 40، طب الكابيتال 70، ليه زاد ب 70 مع انه دفع 40؟ قال لك سارة هتدفع له 18 اللي هو هينقص الكابيتال بتاع مين؟ بتاع سارة، حطيناه في الديبت. ودينا الكابيتال بتاعها هينقص بكام؟ هينقص ب 12.
تمام، كأن سارة ودينا الكابيتال بتاعهم نقص لان هما دفعوا ايه او زودوا راس مال ايه الكابيتال بتاع عادل، بدل عادل المفروض كان يدخل ب40 يبقى حصته 40، لا دفع 40 وهيدخل بايه 70، لان في 30 ألف ايه سارة ودينا زودوا له الكابيتال ايه بتاعه بتاع ايه عادل. تمام كده خلصنا الليكتشر دي، اتمنى تكونوا استفدتوا، اي حاجة مش فاهمينها اكتبولي وهرد عليكم. شكرا جدا، اشوفكم في الفيديو الجاي.